إذن المؤشرات العالمية على مستوى أوروبا قبل قليل كانت الافتتاحية وكان التوجه واضح من حيث عمليات الارتفاع بالنسبة للمؤشرات الأوروبية. تستمر أيضا هذه المكاسب باستثناء مؤشر اليونان. معنا في الاستوديو السيد رامي النجار الرئيس التنفيذي لبلاك بول أوبشنز. مرحبا بك أستاذ رامي. خلينا نبدأ يعني حتى الأسبوع الماضي كنا تعاملنا مع وزير المالية الأمريكي بالنسبة لهذه التصريحات كانت يعني تصريحات ممهدة أن الإصلاحات الضريبية ستأتي في شهر أغسطس وحتى أن كانت اللهجة يعني إلى حد ما مخففة باتجاه الصين بالنسبة لتأليه يعني التهم الموجهة أن الصين تتلاعب بالعملة. ترامب ما يزال له رأي مختلف عن هذا الموضوع. خلينا نبدأ بالشق الأمريكي بالنسبة لما نتوقعه أيضا لخطاب ترامب حاليا. بخصوص أول حاجة شكرا على الاستضافة. بخصوص أنه يقوم ترامب بأنه ليبل تشاينا تتلاعب بالعملة هذا صعب لأنه طبقا لوزارة التجارة الأمريكية يوجد ثلاث يعني كرايتيريا لازم تدخل فيهم الدولة على أساس أنها يعني تسمى متلاعبة بالعملة. الصين لا تأتي إلا على واحدة أولها فقط، أما الخطوتين الثانيات لا تدخلها، فهذه مشكلة كبيرة. ثانيا ترامب لو كان سيعلن أن الصين متلاعبة في العملة كان أعلنها من أول يوم. الخطاب اللي غدا سيلقي ترامب في الكونغرس وهو ما تنتظره الأسواق، لأنه جميع الأسواق تنتظر حتى اللحظة هذه خطاب اقتصادي مبني على أرقام. ليس يعني الأسواق لا تتوقع خطابا سياسيا ناريا يوم غد في الكونغرس، هي تريد أرقام. حتى الآن جميع المؤشرات صاعدة من نوفمبر إلى الأرقام التي وصلنا لها بناء على الوعود الانتخابية. غدا هو يوم الأكشن زي ما قال. قد نتوقع طبعا صعود في الداو إذا عجبت الأسواق الأرقام التي سيقدمها إلى 21,000. الـS&P تقريبا 2470 عند هذه الحدود. هذه الحدود تكون مناسبة. طيب مانوشن الرئيس وزير الخزانة الجديد يعني كان قد قال أيضا في تصريح يعني أن التغييرات أو إعادة الهيكلة للضرائب لن يكون لها تأثير خلال هذا العام كبير أو لن تكون فعالة خلال هذا العام. يعني هل هذا التصريح يحمل أي شيء يمكن أن نتوقع منه السياسة المالية المقبلة؟ عادة الأسواق تستبق التصريح. هو صحيح سيأخذ فترة على بين ما يسوي implementation للأرقام الجديدة وتبدأ الأفهام. الأسواق يعني زي ما يقولوا تمتص هذه الأرقام وتضعها تستوعبها وتضعها في model economy. سيأخذ فترة. لا تنسى ترامب موجود في السلطة لأربع سنوات، الله أعلم كمان أربع سنوات إضافية أو لا، ولكن الأربع سنوات هذه ستكون مثيرة. ترامب له في السلطة الآن 40 يوم، غدا هو يوم التنفيذ، مما يعني تم التسريب وسيكون في تركيز على حاجتين مهمات في خطاب ترامب غدا. هو سيدعم الجيش والاستخبارات والهجرة. حتى أحد الأصدقاء يخبرني دائرة الهجرة الأمريكية Law Enforcement لديها 20,000 فرد، تم فتح مجال التوظيف ل10,000 إضافي. 50% هذا رقم كبير للبحث عن المهاجرين الغير شرعيين في البلد. نعم، وهذا هو فعلا كان قد هذول ترى لا يشكلوا يعني عدد كبير، هم يشكلوا حوالي 5% من الاقتصاد الامريكي، ولكن هم يشغلوا نوعا ما الوظائف التي لا يرغب المواطن الامريكي في عملها. فيوجد هناك نوع من الاحتجاج من اصحاب مثلا المطاعم او الفارمز المزارع في بالذات في كاليفورنيا او في الجنوب الذي يعملوا في الواين، وهذول بياتوا من المكسيك عاده وبيشتغلوا فتره الصيف لفتره كم شهر وبيطلعوا. تأثروا كثيرا يعني من يعني واضح انه في عندنا كثير تأثيرات متوقعه ايضا من هذه الخطه. طيب لنعود الى التأثيرات التي نراها في آسيا، يعني علينا ان نعرج على ما يحدث في آسيا لانه حتى بالنسبه للصين بدات تعمل حسابات ايضا لما يقوله ترامب وخصوصا فيما يتعلق بالعمله، خصوصا فيما يتعلق بوضع التجاره. هل نحن امام تاثر لفرض ضرائب؟ يعني هل فعلا ممكن ترامب ان يصل الى هذا الحد ام هي فقط كانت تصريحات قبل التنصيب بالنسبه لفرض ضرائب على البضائع الصينيه او زيادتها؟ كما قلنا في البدايه يعني ترامب لو كان سيسمي الصين دوله متلاعبه في العمله كان سماها من اول يوم. ثانيا الصين لا تاخذ كلام السياسي يعني يعني الكلام الانتخابي التي صعد به ترامب الى السلطه محمل الجد حتى الان، والا كانت الصين استعملت عندها سلاح. الصين هو السندات الامريكيه التي تمتلكها. هي حتى ذكرت ان هناك عدم نضج في الفريق في فريق ترامب الانتخابي الموجود الانتخابي يعني. نعم. وقتها كانت فعلا يعني شعرنا ان هناك تساهل في عمليات اخذ هذه المعنويات. صحيح.
المعلومه الفريق الان المحيط بترامب هو اغلبهم يعني من ليسوا يعني في ناس رفضت انها تنتمي الى فريق ترامب، فهذا مأثر نوعا ما على الكواليتي اوف جادجمنت اللي بيعطوه للرئيس. هذه يعني تحسب عليه. يعني تفضل. نعم. اذا استاذ رامي نرجو ان تبقى معنا قليلا، سنذهب يعني نعم ربما بعد قليل سنذهب إلى زميلة نجوى من مؤتمر الهاتف الجوال العالمي، ولكن دعنا نتحدث عن أمر آخر. اليوم في الأسواق الآسيوية ظهرت التداولات بصورة سلبية إلى حد كبير. البعض يقول أنها كانت بعض المخاوف التي بعدما شاهدنا التراجعات على الجنيه الاسترليني بالأمس من احتمال وجود استفتاء مرة أخرى لخروج اسكتلندا. يعني هل هذا هو المؤثر الذي تراجعت به الأسواق؟ لأن الأسواق الأوروبية اليوم جاءت على ارتفاعات يعني صحيح. جيدة في البداية. صحيح. الأسواق الآسيوية أكثر من تأثر بالكلام هذا مع نزول الباوند. الأسواق الأوروبية مرتفعة والأسواق الأمريكية حتى اللحظة أنا قبل ما أدخل الاستوديو مرتفعة يعني حوالي 8 بوينتس في الداو والإس أم بي 500 يعني لا تزال. لأنه ما يهم الأسواق الأمريكية بالذات هو خطاب ترامب والرقم. نحن نريد الرقم. حتى الآن لا يوجد أحد يعلم الرقم هذا. بس تعريج بسيط. إذا جاء الرقم مناسب لما تنظر له الأسواق، الذهب طبعا كعامل تحوط سينزل سيهبط بسبب عودة الأموال الأمريكية المخزنة في الدول الآسيوية والأمريكية إلى الخزينة الأمريكية. هذا سيضر في الاقتصادات الأوروبية لأن تستخرج أموال كانت مخزنة في بنوك تستعملها الدول الأوروبية لتغطية بعض نشاطاتها الاقتصادية. بس تعريج بسيط برضو على موضوع اليونان. اليونان أصبحت في مرحلة خطرة. الأزمة التي حصلت في اليونان من سنتين وتم عمل بيل أوت لها. الآن ندخل إحنا اليونان في يعني الأزمة اليونانية الآن في وضع مختلف. عندك خروج البريكزيت البريطاني. لا أعتقد ألمانيا ستستحمل يعني وضع اليونان بالشكل هذا. أفضل شيء اليونان أنها بصراحة تعلن إفلاس، ولكن المشكلة لو أعلنت إفلاس عن دفع السندات التي تمتلكها أكبر من ستتأثر ليس فرنسا، ألمانيا. ألمانيا من أكبر الدول الداعمة الاقتصاد اليوناني الآن في المرحلة الحالية. نعم. يعني واضح أنه حتى اللهجة الألمانية كانت قوية، يعني قالت أننا لن نخفض لن نلجأ إلى تخفيض الديون حسب نصيحة صندوق النقد الدولي. صحيح. لنعود إلى التأثيرات على العملات. هل الباريتي بات بعيدا أم قريبا؟ يعني واضح أنه هيدي المصطلح الذي عولنا عليه كثير ب 2016 لم يصل إليه اليورو. حاليا في ظل هذه المتغيرات أيضا مع استفتاء اسكتلندا مع اليونان، هل من الممكن أن تحمل اليورو إلى مزيد من التراجع أم الأمر صعب؟ أم بريطانيا لها الحسم أكثر في موضوع ما تقوم به بإجراءات التخارج؟ بريطانيا لها الحزم في الموضوع هذا، وأيضا موضوع فرنسا وانتخابات ودخول الانتخابات الفرنسية هذه لها تأثير كبير. بس بالنسبة لنا في الولايات المتحدة ما سيتأثر خطاب ترامب تكلمنا عنه طبعا. ثانيا الفيدرالي. الفيدرالي الآن إذا أعلن في شهر مارس، طبعا توقعات السوق شهر مارس أن لا يحدث أي رفع للفائدة، هذه ستكون شاك للأسواق المالية الآن في لو تم رفعه في مارس. ولكن لو حتى أخر الفيدرالي إلى حتى جون، إحنا قضينا نصف السنة كاملة من غير أي رفع، فغير من المعقول أن يتم خلال 6 شهور يعني في آخر السنة رفع 3 رفعات. هو صحيح ممكن أن يحصل هذا الكلام، ولكن لن تكون يعني نوعا ما جيدة للأسواق أنك تعطي 3 رفعات في فترة 6 شهور. نعم. ونحن لدينا أيضا مؤتمر فعال في برشلونة، سوف نأخذ طبعا آخر التطورات في هذا المؤتمر.